جبت يا تليفون معش برو ماكس تمام الازرق جبت لك ايفون 12 برو ماكس بعد تسوي شو السالفه وذا ايفون 12 برو ماكس اليوم جبت لكم موقع يعطيكم حسابات ببجي موبايل فري فاير فورتنايت. هذا الموقع او الرابط راح اخليه لكم بالوصف. هواي يوتيوبرز مشهورين سووا عليه اعلان، فاجي الدور الي انه اعلن على هذا الموقع المتابعيني. والشيء الاهم بالموضوع انه يعطون حسابات رويال باس وبطاقات جوجل بلاي، فراح اخلي لكم رابط الموقع بالوصف. روحوا دخلوا ان شاء الله تفوزون بطايق وحسابات ببجي موبايل واخر الالعاب اللي قلتها بالفيديو. واذا ما فزت تعال صفقني بضمانتي هذا الموقع. يلا نسوي الفيديو. هلا والله شباب، طبعا هسه طلعت من المنصور. هذا الايفون 12 برو ماكس الارقى شيء، فهسه نكمل الفيديو بالبيت وراح افاجئ امي ونقدم المقدمه مالتنا كالعاده. اوكي طبعا هسه بالازدحام وماك مدخل بشكلي، واليوم راح افاجئها وبالبيت عندي كم حكي وياك. يلا مع السلامه. هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وانتم بتشاهدون فيديو اليوم. طبعا شباب، تنويه بسيط قبل لا ندخل باي فيديو، ما اريد اي شخص ياخذ فكره عن المقاطع اللي انا اجلها انه مجرد اتباهى بالفلوس اللي عندي او بالاغراض اللي اشتريها، وخاصه انا يوتيوبر وعندي متابعين ولازم كل شيء اشتري انزله لكم. على طاري اللي انزله لكم طفي على الانستغرام. يلا قسما بالله شباب، ماكو شيء دا اشتريه بسهوله، كل شيء بصعوبه، ودا اواجه مشاكل وانتقاد وتعب يلا اشتري شيء واقدمه لكم باجمل صوره واشوفكم نفسي انه مرتاح، بس ما تدرون اللي بداخلي. رسالتي للملايين الى الالاف المؤلفه اللي قاعد تشوف هذا الفيديو، اهلك تعبوا عليك وربوك ولازم تقدمين لهم شيء بسيط، وخاصه امك الوالده حملتك 9 أشهر ببطنها، ولو شوف الويل كان والله يومية تبوس رجل امك. فرسالتي بهذا الفيديو، مو انت صغير وما تقدر تسوي شيء، ممكن تفرحهم في شيء، وخاصة ابوك اللي خلى فوق راسك سقف، تعبوا عليه وربوه احسن تربية، وشوف ايش يسوي لهم من كبر واعتمد على نفسه. فاليوم قررت اشتري ايفون 12 برو ماكس، احلى شيء، ارقى تليفون بالكوكب. اقول لكم شغلة دقيقة، هذا التليفون امي ساعدتني من السارة. كنت ما عندي ذيك الامكانيه انه اشتري تليفون، فكنت مجمع فلوس وقالت لي اعطيني اياهن، وراح جابت لي ايفون 11 برو ماكس. اني ما اشتري لها ايفون 12 برو ماكس، لا يا شيخ. فرسالتي لكل الاهالي اللي قاعد يشاهدون الفيديو، الله يحفظكم ان شاء الله، والابو متوفي الله يرحمه، وان شاء الله كل واحد كاتب له رسالته بالحياه. فاليوم راح اجيب امي واشوفكم الباكيت مالت الايفون 12، ما راح اتعسه. اجيب امي واقول لها تعال عندي موضوع وياك وعندي فيديو مصوره، فما احرق عليكم ندخل في الفيديو. اوكي شباب، هسه راح اتجول واصح امي وافاجئها بالايفون 12 برو ماكس. فهسه حطيت الميزه هنا، راح تكون ورا الكاميرا، ما اقدر اطلع هذا الشيء خاص بي. اذا ما اشترك مثلا اشترك وفعل زر التنبيه على الانستغرام. هسه نشوفكم العلبه فقط، ومن تجي امي يلا نفتحها سوا. تمام اوكي شباب، هاي الكرتونه مالت الايفون، خاف عبالكم تذبي. تمام، خاف تقول تذبي. هذا لون الازرق، شوفوا. تمام كالعاده ما راح انطيها الايفون بسرعه، راح اسوي فيها مقلب خلاص. خليته اوكي وين بالكرتونه، خلي هنا أنا. تمام، وقبقه اقول لها ماما هذا التليفون مالتك، تفتحه. اوكي شباب، بس لازم اروح لامي اصيحه رد، شوف ردة فعلها وبعدين راح اطلعها وبعدين اشوف فيها حنان الابن. يلا مشونا، لازم هو الي بس، ماكو شيء يغلى على اهلك. تمام، هسه امسح ويجي. جبت الستاند، هذا تليفوني حضمه، هذا تليفوني خليه هنا، طب لو اخرها منه امي راح تسوي لها مجال مال كرسي هنا. عندي فكره على الطاير، احسن شيء خليه هنا تطلع شغله مرتبه. اوكي خليها بالقاع هنا، جيب هذا الكرسي خليه هنا، وهذا الكرسي خليه وين؟ بالجيب. بلاطه خليها بالستاند. اوكي شباب، هنا راح يكون مكان مقابله. تمام، وهسه نقطع انتبه الكاميرا ونجيكم. فقبل لا ندخل اكتب لي بالتعليقات انت او انتي شنو رده فعلها حتكون. هاي الهديه، شنو الموضوع؟ هاي ماما جبت هديه. الله يحفظك امي، اللي هي
انت سندي ودائما احكي كل شيء لامي اكثر من ابوي. فابوي اذا شوف الفيديو لا تزعل، ان شاء الله اجيب لك سياره من فلوس اليوتيوب. يا سوى فيديو مال اليوتيوب في صار هنا شوي حتى يطلع. شلون شلون صحتك؟ الحمد لله زينه. عندي موضوع وياك. يا الله قول. اريد اخطب. اخطب بس اشر ساقلها يبعدنا من الزواج. تليفون انكسر ذيك المرة. فأنا جبت هدية من عنده بسيطة. شنو هي الهدية؟ يا تليفون. أنا؟ إي. أريد 11 برو. لا. 12 برو ماكس. تمام. الأزرق. جبت لك أيفون 12 برو ماكس. صحيح؟ إي والله. مقلب. والله افتحها؟ ما افتحها، سنت لازم افتحي. مو ذاك الموديل برو. هو هذا احسن، هذا هم يقول الو، ذاك الايفون 12 برو يقول الو، وهذا يقول الو، ما في شيء. انتم ليش ماخذينها بموضوع كبير؟ لا شقا يا شباب مقلب، هذا تليفوني في يدك. صرصره؟ اي صرصره. اوكي شباب وصلنا لنهايه الفيديو. هذا جبت تليفون امي. وإذا شو تعمل تقول المتابعين؟ أقول لهم حيدر أبو المقالب. هذا هو؟ إيه. لا ماما أنا شقة وياك. ما عندي أسوي شو السالفة؟ وذا؟ آيفون 12 برو ماكس. يا هاي! حبيبي الله يعطيك العافية، صدق حيدر؟ إي والله. ماش برو ماكس 256 جيجا. اعلى شيء انش الازرق. الله ما يحرمني منك ان شاء الله. مقصر وياك؟ يا حبيبي لا ما مقصر، الله يفتح بوجهك. ايش تحمل للمتابعين؟ اقولهم هذا حيدور ابو قلب الطيب. اي. واريد المتابعين وصلنا مليونين. متابع على هذا الماكس. 3 ملايين مستونه تمام؟ اي تمام. زين تدينا مثل مقطع بلايكات. 4 ملايين. حبيبي جبت شايف هاي لازقة بس لازقة 15 الف. الله يعطيك العافية ان شاء الله. طفل الكهرباء عين صابت له. اقول خاف هذا جايب الي وتقشمر علي المقلب وتاخذه من عندي. صح الي؟ لا لا والله ليش التليفون قسما بالله ابد مو مقلب، لا مقلب ولا كبيرة مشاهدات ولا ابد. اي حبيبي الله يعطيك العافية. وهاي مالتي كفر قزل باكيت يا غالي. وهاي العلاقة مالتي، هاي مال حبك شي عشان اجيبها لامي. لا هي امي حبيبتي. ليش اشتريته؟ ها؟ ليش اشتريته؟ فلوس. اي والله راضي عليك، ما طول جبت لي 12 رضيت عليك، شو اسوي؟ طيب انت ما راضي علي؟ لا انا ما راضي علي. ليش يعني؟ هالناس كلها تدور فلوس؟ طبعا. ها؟ والله. تدورون وياي فلوس ماما؟ ايه. ها؟ طبعا شباب هاي امي قدامي، ابد ما نمزح بالفيديو، هاي قدامك ماما. اي ماما. بعد لا ترجعي. كان مقلب ولا ما مقلب؟ بعد لا ترجعي ابد. واذا طلع مقلب؟ اصور واقول لهم مقلب وكذب علي. اوكي متفقين. وقسما بالله هي نزل بقناتي. تمام. طبعا هو متابعين يسئلون ليش ما طلعنا بالقناه. ما يصير هذا في شيء خاص. تمام. والمتابعين انتم من حبيتوني ما كان ويا شخص او ام او اخت طلعت وياه بعدين تردوها يا بالفيديو، فهذا شيء خاص بي ولازم كل مشهور او كل واحد عنده متابعين اكو اشخاص استغلوا اهلهم وامهم حتى تجيبون مشاهدات، انا اسوي مفاجآت بس ما اطلعهم. شو تقولون؟ تمام؟ تمام. هسه قد الفيديو توصلين عدد لايكات؟ ثلاثة. 3 ملايين. اي. شنو؟ على مود ال 12. 3 ملايين لايكات. ينكنك ان شاء الله ويصعدك بعد وبعد. ان شاء الله. امين رب العالمين. ليش وقت تجيب لي هدية؟ بسم الله دحين عليك يا حسين كارت. اوكي شباب مثل ما شفتوا امه فرحت ونزلت كلها سعيدة. يعني قد كبيرة عند رب العالمين ونتفرح ببر الوالدين خاصة أمك، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. دائما ارضوا أهلكم لأن النجاح من فضل رب العالمين، بس يرجع الشيء لأهلك. حاول بأي شيء تفرحهم، لو بردة لو حتى بساعة تجيب لأبوك وتفرحه. وطبعا أبوي ما راح أنساه، يجي يوم هم أقدم لنا في شيء. لا تزعل بابا إذا قاعد يشاهد الفيديو،
يعني شوي شوي والعب في الدرجات. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب عجبكم. إذا عجبكم إذا ما مشترك بالقناة اشترك وفعل زر التنبيهات، ضيف على انستغرام، التيك توك، السناب شات، كله بالوصف، وقناة الجديدة للفلوقات هم اشتركوا بيها. إذا ما مشتركين بيها حيدر علي فلوق. أحبكم يا أحلى متابعين بالدنيا كلها، بدوا إلكم ولكل شخص قاعد يشاهدني، لكل عوائل، لكل شخص، الكل، كلكم أصدقائي وإخواني، وأحبكم هواية. تشغلوا لي شو كنت نوصل مليوني. إذا تحبون هيك أشياء مفاجآت وحلوة اكتبوها تحت التعليقات. بس أشوفكم في فيديو جديد يا أحلى متابعين بالدنيا كلها. Peace.